ما تسرع، فالموت ببساطة أسرع. فالسرعة بحد ذاتها جريمة بحقك وحق الآخرين. في الجريمة نستضيف الأستاذ والمحاضر عبد السلام خطيب. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على الاستضافة. أستاذي هيك بالبداية، يعني دائما بنحكي عن السرعة وأن السرعة هي سبب الحوادث، ودائما بيحكوا عن الإحصاءات بالأرواح اللي خطفتها الحوادث، ولا مرة نحكي بعمق عن الأسباب اللي لربما هنالك يعني نوع من الغفلة، ما حداش بيعرف عن أسباب وقوع هذه الحوادث بجانب السرعة. خلينا أبلش بالسؤال، من لحظة ما أنت تكون طالب شو بترتب عليك؟ دائما إحنا بحضرونا لكيف نمرك تيست، بحضرونا حتى في بالتئوريا بحضروا كيف يمرك تئوريا. بداية وين إيش الطالب لازم ينتبه لما يروح هو يتعلم؟ ومدى الإهمال عند الأساتذة بأنه إحنا بالنسبة لنا يعني عد دروس، يعني هذا شو نتيجته في الشارع؟ أول شيء أن السرعة هي أحد أسباب الحوادث. ثاني شيء بدنا نحكي عن العامل البشري اللي هو الطالب والمعلم يعني والأهل، كل واحد فيه له دوره في المجتمع. لكن المشكلة أنا حسب رأيي المتواضع أنه بتبلش بالأول من الأهل قبل الطالب. الأهل إحنا غالباً بس وقتنا اليوم كل ولد بيطلع مع أهله بالسيارة، لما بيطلع الولد مع أهله على الأغلب الأهالي بتسوقه بسرعة، وإنت بخفف سرعته لما واحد بحكي له إنه في بوليس في كاميرا بضوي له شكراً لك. الولد وهو بالسيارة وهو صغير عملياً عم بذوت الأشياء هاي لإله، ولما برجع بعدين بأخذ رخصة ببلش يطلع الذكريات. أنا هون ركبت مع أبوي مع عمي مع خالي، كان ماشي 140 بس واحد ضوله خفف. وكمان شيء ثاني إنه كل جيل بيطلع، الجيل اللي قبله بعده الجيل القديم، مش بده يأخذ منه على الأغلب. فإيش إنه أبوي يعني عمي خالي هذول جيل قديم كان ماشي 140 والسيارة قديمة والشوارع مش زي اليوم. فأنا باجي إيش، أنا سيارة جديدة والسيارة بتوقف على المحل، الفكرة الخطأ إنه السيارة بتوقف على المحل وأنا بقدر أسوق أسكر عداد السرعة، فببلش يسرع هو عادة. على الأغلب الحوادث السرعة بتكون في المرحلة الأولى، يعني إيش إنه غلط طولة مرة واحدة وخلص ما فيش منها. يعني في كثير ناس اللي ساقوا مرة واحدة واليوم يا إما مقعدين عند الإعاقة المستديمة أو إن مش موجودين بيناتنا اليوم. بالنسبة للطالب لما بيروح يتعلم عند معلم سواقة، المفروض كمان مرة يعني بس عشان الإشي يكون واضح إنه إحنا ولا مرة منعمم، لأنه فيش نيجي نقول كل المجموعة زي بعض، كل المعلمين كل المحامية كل الأطباء صحيح. لكن إحنا لا، مفروض نحكي كمان أشياء الواقعية إنه كل مجموعة في عنا أساتذة مناح محترمين فهمانين، في ناس معلوماتهم على قدهم وسط، في ناس اللي بتجرب أرواح البني آدمين يعني في كل محل، وهذول اللي أنا بحذر منهم. ومع الأسف الأهل على الأغلب بدوروا وين أرخص، بدوروا على المصاري مش بدور على حياة ابنه أو بنته. والأهل كمان يعني المعلم السواقة مفروض يفرج برنامج للطالب إيش بده يعلم، برنامج هذا بمضي عليه قبل ما يفوت تست، لأنه بدون ما يمضي على البرنامج هو فوتش تست. هلا عمليا معظم الطلاب إذا مش كلهم ما أخدوش هاي بطاقة التلميذ الطالب اللي يكون عارف هل هو تعلم أو لا. أكيد اللي هم بيجي بمضي عليها عمليا، وإنت يوم التست أمضي وراك للتست بده يمضي عليها. إذا إستنا نوجه رسالة للطلاب حتى ينتبهوا، إيش هاي البطاقة، بطاقة الطالب إيش المحتواها، وشو اللي لازم يصير خلال كل درس حتى ما بالنهاية يصير مثلنا قبل التست يعطوهن البطاقة يمضوا عليها. طالب الأول اليوم يعني في عنا اليوم إنه العالم قرية صغيرة، فبتقدر تفوت على الإنترنت تدور على بطاقة تلميذ أو كرتيس تلميذ باللغة العبرية المعروفة لنا، اللي فيه كل المهمات بالترتيب، تعرف البرنامج إيش بده يعلمك المعلم. حتى الطالب اللي تحت التدريب إسا يعني اللي صار مبلش بيقدر يطلع هذا الكرت أو يطلبه من معلم السواقة من مدرسة السواقة اللي هو بتعلم فيها، ويشوف حاله إيش أنا صرت مثلا عامل 20 درس 30 درس صرت 50 درس، صرت بدي أحكي للمعلم أقول له بدي تست، هل أنا صرت ماخذ 50% من المادة، هل صرت ماخذ 70-80% من المادة عشان أطلب تست، ولا أنا ماخذ 80 درس وبعد مش ماخذ 20% من المادة اللي لازم أتعلمها من البرنامج تبعي.
ففي حالات كثيرة إنه إيش الطالب بوصل عدة دروس وهو يعني يجيب الطالب الفلاني ويودي الطالب الفلاني ويعد دروس ويدفع للمعلم. يعني في تجارة في أرواح البشر من أساتذة. أنا حسب رأيي هاي قمة التجارة، يعني لما أنا إذا كان واحد معلم بدي يوصل طالب عنده 70 أو 80 درس أو 60 درس وهو مش ماخد 20% من المادة اللي لازم يأخذها، أجي بعدين بقول له خلص أنت قربت أفوتك تيست، فمش راح أعطيه كمان بعشر دروس، يعني حتى لو كان 70 80 بدي أعطيه كمان 10 عشان أقول له بدي أجهزك للتيست، مش راح أجهز طالب بعشر دروس للتيست يعني. فإنه هاي صحيح إنه هاي قمة التجارة، بس إيش كمان الفكرة إيش؟ إنه الأهل أو الطلاب يعني بيجي بحكي لي إنه أنا كنت معلم سواقة منيح. كيف منيح؟ بس أطلب منه تست كان يعطيني. يعني واحدة من الأشياء اللي أنا صدفتها قبل عدة سنوات، طالبة انتقلت من مدرسة تانية، معلم السواقة قال لي بدي تطلع معاها شوف لي إياها، هاي الطالبة ساقطة 5 مرات بالتست، شوف لي شو مشكلتها عشان نبلش نعالج المشكلة ونعطيها كم درس اللي بتستحق إنه تفوت تست. فطلعت مع الطالبة بدي أخفف يعني أنا شوي عليها بالأول، لا اطلع يعني جهزي حالك للسواقة وعشان نمشي. أنا اليوم أنا عبد السلام خطيب بدي أطلع معك درس بدي أشوف شو نقاط ضعفك عشان نبلش نشوف شو نعمل لك برنامج اللي تتعلم السواقة. الطالبة بقول لها أنا سمعت إنه أنت 3 تستات مش ما نجحتيش، وتقول لي لا 5 يعني. الطالبة كانت صريحة مو أنا 5 سقطت، وحكت لي كمان معلم منيح اللي كنت عنده يعني. طيب جهزي حالك للتست. الطالبة كان قبلها طالب طويل والطالبة قامتها قصيرة، فشو عملت؟ عملت حركة عن هالشكل، الكرسي لقدام شوي لورا شوي هيك بالمرة، وهي لقدام رجعت حطت الحزام تنزل الهاند بريك وتمشي، قصت على البريك قلت له حد هون هذا تيست، إسا سقطت تيست. ليه؟ هلا المر مناح؟ تقول لي قلت لها تأكدي قلت لها بتعرف تعير المر بالسيارة؟ بتعرفش تعير المر؟ من وين بعيروا المر بالسيارة؟ بتعرفش من وين بعيروه بالسيارة؟ وبتعرفش كيف بعيروا المر؟ قلت لها اسمع في تست ما عملتش ريفيرس؟ قالت لا. قلت لها كيف يعني طالب في طالب مغمض بيقدر ينجح تست؟ حكت انه لا. قلت لها طيب ما انت عندك المري انت مش شايفه فيه مظبوط، كل تست بدك تعمل الريفرس، كيف بدك تعمل الريفرس انت؟ فهي يعني هذا بس مثال صغير ايش، وهي الطالبه اللي بتحكي لي المعلم منيح كنت بس اطلب منه تست. عمليا هي الطالبه ضحيه استاذ، ومعظم الحوادث السير هي ضحايا ممكن من الاهل، يعني اهمال من الاهل او استغلال من الاساتذه. انه الاهل الدور الاكبر انه معظم الاهالي بيجي عند معلم السواقة بحكي له قديش على الدرس بدك؟ أول إشي مصاري يعني مش حياة بني آدم. ثاني إشي بدك تنجح لابني أو بنتي من أول تيست. ثالث إشي أنا ابني مستعجل بده يطلع برية البلاد بده يبلش تعليم في الجامعة، صرت مشتري له سيارة، نجح لي إياه تيست، أنا مش مهم يخرب سيارة ولا إشي بس أنا بدي إياه يأخذ الرخصة يعني. فأول إشي بتطلع على المصاري. كم واحد من الأهل بيجي عند معلم سواقة يقول له أنا بدي ابني أو بنتي يطلع شوفير، بسألش عن المصاري. بس في ثقافة الدارجة إنه بالتئوريا بيجوا في ناس اللي هي للأسف بدل ما يكون الطالب فاهم شو الإشارة هن بحفظوهن بصم أو ممكن بيجيبوا لهن الأسئلة، فهاي دعايات العفار علينا. والشيء الثاني انه كمان دروس السواقه بيعلموا كيف انت تمرك التست، ولكن بيعلموش قوانين الشارع بحد ذاتها. صحيح. يعني بصير يقولوا انت بتتعلم سواقه بالشارع لما تنزل على الشارع. لا هو اول شيء في منه انه بتعلم سواقه بعد ما تسوق انت بعد ما تاخذ رخصه، ولكن اذا بدون الاساسيات انت بتلحقش تتعلم كمان يعني. صح. بدك الاشياء يعني التعليم وبيعطيك الاشياء الاساسيه تعلم، لكن بعدين في عندك الخبره على الشارع بدك تكتسبها بالممارسه، بس إذا ما كان الأساسيات موجودة مش راح تكتسب الخبرة يعني.
وعشان هيك اليوم لما بده يطلع المرافق من الأهل مع الطالب الجديد أو الطالب الجديد وبده يمضي على التوفس، في كثير من الأهالي بيطلعوش بس بده يمضي ويقدم الطلب إنه ابني خلص وطلعت معامله. لكن كمان في ظاهر عندنا الأهالي كثير إيش بدي أعرف أنا ابني أو بنتي شو مستوى سواقته، أخذ رخصة بطلع معاه بس يطلع معاه مشوار صغير وهو قاعد بجنبه سايق الطالب، بحط إيده على قلبه حتى لو ما حكاش للطالب لابنه لبنته، بس بحط استشوف كيف الإشي بصير عبر عنه. لما الطالب بده يطلع مثلا يروح على تعليم بالجامعة، بده يطلع مشوار، بده يروح على يسوق السيارة، بعد ما خلص مرافق بعد الست أشهر الأولى الأهل ابعت لي اتصل فيي قبل ما تطلع، اتصل فيي بس توصل المحل، ابعت لي الرسالة بس وصلت، ابعت لي الرسالة قبل ما تطلع. ليش؟ لأنه الأهل مش مطمن من سواقة ابنه، مزبوط معه رخصة بس أنا مش مطمن أنه يرجع لي، ومع هيك بعطيه سيارة وقل له اطلع. يعني دور الأهل بالأول بعده عنا حياة البني آدم إشي هامشي. إذا نحكي على السائقين اللي كثير منهم مش موجودين بيناتنا اليوم اللي بيعملوا حوادث، واللي بعدهم موجودين اليوم وصاروا يعني مقعدين عندهم إعاقة مستديم، يعني مثلا اليوم شباب، كل شاب كل صبي بجيل 17-18 بأخذ رخصة بطلع بسيارة، الأغلب الأهل جايبين له سيارة غالية. اليوم الطالب هذا الشاب أو الصبي على الأغلب بيعرفش قيمة السيارة اللي راكب، يعني إذا راكب سيارة بنص مليون شيكل ولا راكب سيارة بعشر تلاف شيكل بالنسبة للولد أو البنت هذا نفس الإشي. والفكرة الشائعة إيش؟ خلص في تأمين. شو في تأمين؟ يعني إنه حياتك أنت مش مهمة، بيهتم للشرطة، يعني بيهتم للشرطة، بيهتم للمخالفة، بيهتم إيش كم نقطة، بيهتم للرخصة، حياتك حياة أهلك اللي بيستنوك بالبيت فكرش فيه نظر. مع الأسف يعني معظم السائقين حتى السائقين اللي مع خبرة مفكر إيش؟ أنا مستعجل على الشغل، أنا مستعجل بديش أتأخر، فكر بالرخصة وبالمخالفة بالشرطة وبالكاميرا وحياتها، فكرش فيه. طب شو رأيك بالقوانين إنه اللي هن ما دون جيل ال 18 اللي متاح لهم إنه ياخذوا يتعلموا سواقة وياخذوا رخصة؟ هو القانون كان 17 سنة ونزلوا القانون ل 16 و9 أشهر، يعني بدل ما يرفعوا الجيل ل 16. يعني كمان مرة أنا حسب رأيي أول إشي إنه إحنا بحاجة لناس تتابع القوانين هاي. أكم يعني إذا بدنا نحكي اليوم على أعضاء البرلمان كنيسة إسرائيل، أكم واحد من بين كل الكتل يمين يسار وسط بيهتموا أو في عندهم بالبرنامج تبع الحزب إنه كيف نكافح إحنا جرائم القتل في الشارع هاي وحوادث السير؟ بعرف شنو يعني لقيك هذا الإشي يكون تقريبا مش موجود، هذا الإشي مش موجود. بعدين بعد ما تصير الجريمة نيجي نحكي كيف الأسباب، كيف حصلت، كيف لا بالأول في. فممكن إحنا نوجه رسالة للأهل إنه إذا أنت شفت ابنك مش هالإنسان اللي عن جد مؤهل إنه يتعلم سواقة، أنت بتقدر، ما هو التوقع دي يرجع للأهل مش للطالب. صحيح، بس في كمان شغل، اليوم ابنك بنتك أخذ رخصة، شفت إنه سواقته بتطمنش، يعني شو المانع؟ بلاش بالمنطقة عندك، وين بدرس ابنك؟ برية البلاد، بمحل تاني، بمدينة ثانية، روح يابا، روح يابا، بهمش انت سواقتك مش كل هالقدي، مش على السيارة يعني، مش على المصاري، حياتك أهم، إنك ترجع لنا بأمان أهم، روح عند معلم سواقة، شوف معلم سواقة منيح، قل له أنا معاي رخصة، بدي أتعلم شوية دروس، في ناقص، شايف عندي ناقص شوية أشياء، اللي يصير عندي شوية ثقة بالنفس، أزود ثقة بنفسي، كيف أوصل كيف أروح بأمان؟ طب هيك إنسان كيف أخذ الرخصة؟ العتب عمين. كمان مرة القصة بترجع مصاري، انه ايش معلم السواقة كيف بنقاس انه منيح ولا مش منيح؟ انه عدد طلاب عنده اكتر بنجح عنده من اول تيست، صاحبي نجح من اول تيست، قرابتي نجح عند فلان من اول تيست. في وسطات بالسواقة؟ مش اليوم، مش قصة وسطة، اليوم كل شيء مصور.
لحظة بس أنا حدا غير مؤهل أخذ رخصة، أنت حكيت أنه الأهل عندهم خوف لأنه شافوا أسواقته. صحيح. كيف مرق التست؟ صحيح، لأنه اليوم في رقابة من ناحية التستر، ولكن إيش؟ اليوم إذا بتجيب أنت الطالب في عندنا مسارات للتست، في كل منطقة في مسارات معينة للتست. المعلم بيقدر يجيب الطالب، أي طالب كان، بعلمه مسارات التست. كل مسار بعلمه 10 مرات مثلا، كل مسار 10 مرات. طب لما بيجي الطالب بده يطلع بالتست هو صار حافظ المسار ووين يخفف وشو يتصرف يعني. في كلها حافظه بصم زي اي ماده اخرى يعني، فبطلع باخذ التست بنجح بسوق منيح قدام التست بالمسار هذا، عمل كل شيء ممتاز نجح بالتست. لكن اليوم الظاهره الموجوده عندنا بكثره، كثير عندنا سائقين معهن رخص لا من عدة سنوات مش من جديد يعني، وفي معهن رخص أكثر من 10 سنين أكثر من 20 سنة. لما بتيجي تحكي لحدا فيهن تعال بدنا نطلع مشوار على القدس على تل أبيب تعال سوق السيارة، لا 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 دغري بخاف بجفل ليه بعرفش أنا خلص بطلع بالقطار بسوقش أنا لغاية، أنا بسوق بس بالمنطقة أنا بسوق بس بالبلد. هذا الشخص اللي بسوق بس بالمنطقة بس بالبلد فش عنده ثقة بنفسه، هذا شخص انضحك عليه، هذا تعلم مسارات التست نجح تست، على الأغلب أنه تعلم بس مسارات ما تعلمش الأشياء كيف لازم. النقطة الثانية أنه اليوم فش تعليم تئوريا، يعني مادة التئوريا لما بيجي أي طالب بده خلال كم ساعة أو يوم أو يومين يحفظهم بصم، جيب طالب بالإعدادية بصف 7-8 يعني حفظوا الأسئلة بصم بفوت تئوريا وبنجح، هل صار يعرف تئوريا؟ الجواب لا. النتيجة بنشوفها على الشارع بالحوادث بالقتلى بالإصابات الخطيرة بالإعاقات. يعني لما اليوم الطالب حفظ الإشارات بصم وانت شفت يعني أنه أنا فحصت مع مجموعات السائقين وبفحص دائما الإشي انه الطالب بيعرفش اشارات حافظ الاشاره بس. طيب مثلا عندك منعطف حاد، طيب حافظها منعطف حاد عن اي غيب. طيب انا نفذت 100 ايش لازم اعمل بالسواقه؟ بعرفش. طيب الشعار انه انا حافظ بدي افوت بتمهل على المنعطف الحاد واطلع منه بسرعه كيف لازم اطبقه على الشارع؟ ما تعلمش. طب في رقابه علينا دول بعلموا سواقه بعلموا تئوريا، في رقابه، في مثلا هذا استاذ السواقه مثلا سائبت انه 5 من الطلاب 4 من الطلاب عملوا حوادث أخذوا نقاط وقتهن مش رزينة على الشارع، هل في رقابة من الدولة؟ أنا كان عندي اقتراح والاقتراح بعده موجود، الاقتراح من يعني له أكثر من 2004 اقترحت على بعض المسؤولين في سلطة الترخيص أنه الحل مكلف بس في حل، اللي هو أنه اليوم كل تستر لما بفحص طلاب بتسجل انه هذا التستر فحص عدد طلاب اسمائهم ارقام هوياتهم بالبرنامج تبعهم مبين مين فحص. اذا بنبلش بالتستر طلع مثلا التستر اليوم مثلا حلوا مشكله الرقابه على التستر انه حطوا كاميرات بالسياره ومسار معين يعني الاشي صار مراقب، بس كان بالاول نقدر نفحص انه التستر هذا مثلا من كل يوم عنده 14 تست نجح منهن مثلا 4 أو 5، معدل عندك في الشهر 5 في 30 150 طالب. المية وخمسين هدول في الشهر اضربهن في 12 في السنة نيجي نعمل إحصائية، هدول مثلا اللي عملوا حوادث قاتلة عند أي تستر نجحوا أو عند أي سيد تعلم عند أي أستاذ سواقة تعلموا، هدول إذا شفنا منهن مثلا 20% 10% عند معلم سواقة معين أنا نرجع نراقب المعلم هذا في إشي غلط فيه. إذا في عند التستر نفسه هذا في مجموعة طلاب كبيرة ممكن بالصدفة واحد تاني، بس إذا بدنا نراقب الإشي على سنة أو على عدة سنوات وبين عنا أنه نفس المعلم في عنده الحوادث تتكرر معناه هذا معلم بعلم مصر. مجرد وجود رقابة هو إنذار للأساتذة أنه يعلموا بما يرضي الله. أكيد 100%. وكمان أنه إيش المعلم لما بده يحط سمعته على المحك وبصير عنده كل مستقبله على المحك بصير يفكر انه مش بس مصاري انا شو بدي فوت مصاري على الجيبي، المظهر انه كم طالب تعلم عنده بصير في رقابه على الجوهر كم واحد عن جد بسوق صح على الشارع. اكيد طبعا انه هيك هذا المفروض الاشي يكون انه في مجال تعمل رقابه مظبوط، الاشي مكلف عشان تعمل احصائيات وتدور
تبحث في الأشياء هاي، ولكن الإشي بالإمكان، وخاصة اليوم أنه كله موجود بالكمبيوترات، يعني بتقدر تفحص أنت كل الأشياء من خلال على الكمبيوتر، بتقدر صح. تراجع كل السجل للمعلم هذا أو كل السجل للتستر. يعني هذا حل منطقي وممكن عن جد يخفف من حوادث السير ومن الغش اللي عم بيصير، مش مثل الإعلانات اللي بيعملوا لنا إياها حزام الأمان و... يعني. أكيد أكيد طبعا، هو الشعارات اليوم أنه منيجي إذا بدنا نحكي للبني آدم حزام الأمان بنقذ حياتك، بس أنا ما فهمتش معلم السواقة ما شرح له شو أهمية حزام الأمان، شو وظيفته أساسا، كيف يحطه صح. إيش بيطلع الطالب، الطالب أول إشي إذا بدنا نيجي للبرنامج الكرت التلميذ، يعني أول كم حصة الطالب بسوقش لازم يطلع فيه يعرفوا على السيارة، على الساعات، كيف يقرأ الساعات في السيارة، كيف يطلع السيارة، كيف ينزل من السيارة، كيف يعير مقعد السائق، وهي شغلة مهمة جدا اللي في كثير الناس اليوم بتعاني من الديسكات في الظهر نتيجة أنه بقعد غلط وراء الكرسي، وبعدين بصير يدور صار عنده مشكلة لكل الحياة بسبب أنه ما عرفش يعير الكرسي مزبوط، وبضل مش عارف من وين المشكلة، بصير يدور بعدين إذا المخدة، إذا التخت، إذا في إشي طبي، إذا في مثلا نعل طبي، إذا في أي إشي، لكن هو كل يوم كل ما بسوق عمليا بزيد عنده وجع وبزيد عنده إزاحة فقرات بالظهر نتيجة أنه قعدته برستينك مش مزبوط. وإذا عمل لا سمح الله حالة خطر، بريك خطر الحزام، إذا مش حاطه مزبوط، إذا حاطه على نص البطن مثلا، الجزء السفلي منه على نص البطن، كل بني آدم فوق جيل العشرين سنة معروف أنه عضلات البطن بترتخي، فإذا حاطت الحزام هو على نص البطن بضرب بريك مفاجئ أو حادث أو منع حادث، وأحيانا بيكون يوكل كمان أو يشرب، بتسبب عنده تمزق في الأمعاء، نزيف داخلي، أحيانا ممكن الحزام يقص الجسم بالنص، وصار حادث قبل 6 سنوات تقريبا في منطقة تل أبيب، من آدم كبير حط الحزام هيك، كان حط الحزام هون والحزام قص عنده الجلد والمعدة والهاي، ويعني بعد يومين توفى في المستشفى. الحزام حتى ما تأخذ مخالفة. ما هو هاي الفكرة الخطأ، إنه أول إشي لازم نعرف شو أهمية الإشي، مش نعرف إيش، إنه إذا مثلاً ما حطتش الحزام في مخالفة، إذا ما حطتش الحزام تسقط بالتست. هاي أنا هيك بكون عملياً وجهت الطالب إنه أنت حط الحزام للتستر وحط الحزام للشرطي. بس أنا بالأول لازم أشرح له كيف يحط الحزام، شو أهميته بالحفاظ على حاله. الحوادث مش ناقص حوادث، واليوم الكل بيشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تيجي تشوف بني آدم طار من السيارة، لما طار من السيارة السيارة قلبت عليه معسته، أو لما طار من السيارة خبط في صخرة مات نتيجة الخبطة، الحزام كان ممكن ينقذه، وحوادث كثير عن هالشكل، لكن احنا بحاجة نيجي نجيب الحوادث هاي ونركز عليه، طلع هذا البني آدم اللي ما حطش حزام. يعني واحدة من الحوادث اللي صار عندنا هون في منطقة الناصري قبل عدة سنوات، سائق شحن حاطط الحزام، بجنبه بني آدم ثاني راكب مش حاطط الحزام، سيارة الشحن قلبت، لما قلبت اللي مش حاط الحزام وقلبت عدة محل عالي لمحل أوطى، قلبت عدة قلبات، اللي مش حاط الحزام طار من الشحن، طبعا البرايفت واطع على الأرض، الشحن عالي كمان قوة الخبطة بتيجي أهم أقوى، اللي طار الشخص اللي طار من الشحن طار من جهة السائق، الشباك تبع السائق، وهو طاير لما طالع جثته بدها تطلع جسم البني آدم بده يطلع من الشباك، خبط راس السائق في عمود السيارة اللي هو عمود حديد عمود الشحن، اللي وقع الإنسان اللي وقع برية الشحن، الشحن قلب عليه، واحد من القلبات قلب عليه مع سمات، والسائق اللي ضلوا عايش صار نخيل، الإصابة تبعته كانت خطيرة، كمان عنده إعاقة مستديم، فكمان إنه أنا كسائق بالداجة أقول إنه أنا حط حزام، والله أنت بتحطش، هاي كمان فكرة خطأ عن بعض السائقين، إيش طالعين معي زملاء أهلي عيلي أصحاب، أنا حطيت حزام أنت معك رخصة، ده مسك بوليس أنت مسؤول، بكلهم معاه رخصة، لا بكفيش هذا الإشي. طب أنا سايق الإعلانات ما تتحول لفيديوهات تثقيفية، ل يعني بدل ما تجيب حدا مشهور وحط حزام الأمان يكون فيديو تثقيفي لأهمية هذا الحزام. أنا حسب رأيي كمان مرة متواضع، إنه أول إشي اشرح له شو الأهمية، اشرح للطالب شو الأهمية،
هاي بتعطي التوعية كافية بكفي لما بحاجة إيش؟ الإعلانات بحاجة لثقافة طبعا إنه الإعلانات بتشتغل على إشي سريع وصورة والبني آدم بيستوعب كتير من الصورة. اليوم لما أنت تيجي تقدر تيجي تسن قانون اليوم مثلا بدك تتعلم تئوريا تيجي تسن قانون كيف في عندك قانون لتعليم السواقة إنه الطالب المهمات هدول وفي عندك أقل إشي لازم يتعلم 28 درس كل درس 40 دقيقة فهذا المينيموم أقل إشي. طبعا درجات الاستيعاب تتفاوت كل واحد مستوى تفكيره وتركيزه بتفاوت عشان هيك أجوا قرروا اليوم بعد عدة بحوث إنه هاي أقل دروس الطالب لازم يعملهن عشان إيش يكون جاهز للتست. هذا إذا مشي بالترتيب الصحيح. كمان في مجال اليوم ليه ما يكونش ناقص مثلا واحدة من الثغرات اللي أنا بعدها موجودة في نقص يجي يقول اليوم بدك تعلم تئوريا أنت مش باجي بعلم أسئلة وأجوبة ومش منتسابق في الوقت لازم ينحط برنامج كيف تعلم التئوريا. يعني بالتئوريا الطالب يتعلم شو أهمية الإشارات شو عمليات السواقة اللي أنا بدي أسويها لما بشوف كل إشارة مش بدي أحفظها عن غيب. الأسئلة في التئوريا بدل ما يكون ما معنى الإشارة منعطف حاد نحو اليسار منعطف حاد نحو اليمين طريق متى بدل ما يكون هيك ما هي عمليات السياقة شو أنت بتعمل وأنت سايق لما بتشوف الإشارة هاي هاي الإشارة وين مكانها بالنسبة للموقع اللي أنت جاي عليه هاي الإشارة موقعها هون هاي الإشارة موقعها بعد 100 متر هاي الإشارة بتبلش تحضر حالك بشكل تدريجي إيش بدك تساوي عمليات سواقة. كل الأشياء هاي مفروض تتدرس بالتئوريا لما بيجي التدريب العملي ما هو اسمه تدريب نظري وتدريب عملي مش إيش احفظ بصم نظري وبعدين تعال على العملي. بالعملي لو احفظ بصم عملي كيف تاخذ عفار من التست. على فكره في انت حكيت اسا يعني نقطه اللي مهمه انه يكون في رقابه على الاساتذه من احصاء انه كدا نسبه او شو مدى اللي بالشارع تعلموا من عندهم سواقه او الطلاب الخريجين على ايديهم انه يكون في رقابه قديش نسبه اللي عملوا حوادث والى ذلك. انت حكيت ممكن تكون مكلفه ولكن اذا هن اليوم اللي بيعملوا الاحصائيات كم واحد فقدناه في الشوارع وهن بيعملوا احصائيات كم صبي وكم شاب بدل ما يكون عدد هاد في مجال انه نيجي نراجع بعض الاخطاء صح. انه بعض المعلمين مثلا اللي عاملين تجاره واللي بيفوت على جيبته اللي بهمش حياه بني ادم قديش في مجال نيجي نراجع كمان مره نقول مش من مبدا التعميم انه في كل بيئه في كل مجتمع يعني في كل مجتمع في ناس مناح ومناء شرفاء لو يعني. الكل منيح كان ما احتجنا انه نعمل حلقه ولو الكل الاساتذه بيعلموا بما يرضي الله كان ما في عندنا هاي الحوادث وما عندنا هذا ثقافه البصم انه احفظ الشارع اللي ممكن تمرق منه تست. ولكن فكرتك جدا مهمة اللي ما يتم استبدالها ويمكن تدريجيا نبطل بحاجة لإحصائيات كم واحد فقدنا بالسنة بسبب السير. احنا بكبير حكينا عن التعليم وعن الأساتذة وعن الطلاب وعن دور الأهل. يعني احنا بظن نلخص على الطالب انه مهم يفهم كل درس شو اخذ يعرف البرنامج اللي لازم يمشي عليه يعرف شو له وشو عليه حتى عن جد انه هو بتعلم. والأهل تكون مراقبة ابنك اذا انتم شايفه غير جدير انه يسوق مش ضروري تخليه يسوق تحت حتى لو اخذ الرخصه مش عيب يروح ياخذ كمان كم درس عشان يحافظ على حياته وحياه غيره والاساتذه يعني. يكون الحل بسيط هو يكون في رقابه عليهم لانه من امن العقاب تمادى بالنسبه له انا علمته اخذت حقي ما خصنيش هو بالشارع شو بعمل. بس لو في رقابه انت مسؤول او في رقابه عليك هذا الانسان كيف بده يسوق على الشارع لانه هذا خريج عندك فبتوقع انه يكون في رادع. إذا جينا نحكي على المركبة بحد ذاتها وفي دور لأصحاب محلات البناشر بتزوير تواريخ العجال وما إلى ذلك شو علاقته بحوادث السير وفقدان الأرواح؟ يعني أنا من خلال خبرتي في مجال الأمان على الطرق والسواقة اللي هي أكثر من 20 سنة بفحص مع مجموعات من السائقين ايش الاشياء اللي بيعرفوها بشكل منيح وايش الاشياء اللي بيعرفوهاش. بالنسبه للمركبه حتى مع سائقين اللي عندهم خبره وسائقين محترفين يعني وسائقين اللي عندهم خبره اكثر من 30 او 40 سنه معلومات
على الأغلب بالنسبة لعجال السيارة الإطارات قريبة من الصفر. صيانة المركبة معلومات كمان، يعني إنه إيش الفكرة الخطأ الشائعة، أنا بعمل شروط، بعمل صيانة بالشركة سيارة جديدة. طب أنا دائما بسأل، يعني بتعمل صيانة بالشركة، أنت بتقرا على إيش مضيت لما تروح تمضي للشركة إنه أعمل لي صيانة؟ طبعا بالشركة كل العمال مستحيل يكونوا زي بعض، صحيح، ممكن يكون في عامل أمين، ممكن يكون في عامل وسط معلوماته بالشغلة بعدها مش متطورة، مش خبرة كبيرة، ممكن يكون عامل قليل خواص لا سمح الله، وموجودين هذول في كل محل. عامل جديد إيش؟ المعلم المسؤول عن الكراج، روح اعمل شروط للسيارة هاي، خلص أنا بعملنا شروط، راح حكى تلفون، دخن سيجارة، شرب قهوة، نعرف شو، ضوع الوقت، شاف حاله إيش والله نفد وقت كتير، راح أكل، راح نعرف شو، ما خلصش السيارة، ما سواش إشي بالسيارة، إيش بيجي للمعلم عشان يفرج حاله إنه عمل إشي، والله هي يعني أنا عملت لها السيارة شروط، وعمليا ما عملهاش ولا إشي. هذا الإشي بحاجة. أنا دائما بحكي للسائقين أول إشي افحص كمان أنت مرة واحدة ورا الشركة، مش كل مرة بتعمل أنت صيانة في الشركة، مرة واحدة روح افحص ورا الشركة، والله أنا مفروض يغيروا لي مي بالسيارة، يعني واحدة من الأشياء اللي بتغيرش بالسيارة مي. طب افتح دفتر السيارة، إذا أنت لازم تغير مي بالسيارة كل فترة زمنية معينة، هل المي هاي تغيرت ولا لا؟ على الأغلب هاي تغيرش. طب إذا بتغيرش شو بصير؟ بدي يسكر عندك رادياتور الحموم، بدي توصل عبين ما أفضى أروح على الكراج أسويها، عبين ما أخذها على الشركة ممكن تكمل عندك لمضخة المي، مضخة المي إذا صار فيها أي مشكلة وأنت بسفرة مشوار طويل أو الدنيا حامية كمان بتكمل على المطور، راح عندك مطور. فبشوف والله السيارة هي منيحة يعني بس راح معي مطور، فش إلي حظ أنا. ليش فش لك حظ؟ مش حظ، هاي مش مسألة حظ، هاي مسألة أنت لازم تفحص وتتابع. زيت البريك في السيارة لازم يتغير، سواء السيارة ما مشيتش ولا كيلو متر كانت واقفة في موقف وصاحبها كان برية البلاد، مرقت فترة زمنية لازم يتغير هذا زيت البريك. عندنا مع الأسف هاي من الأخطاء الشائعة إنه كثير بغيروش زيت البريك في السيارة أو المي. ليه؟ يعني أنا كان عندي قبل سنتين في دورة من الدورات كان عندي ميكانيكي بحكي زيت البريك، وقف كان عنده الجرأة والشجاعة قال لي أنا ميكانيكي أنا بسيارتي بغيرش، أول مرة بعرف إنه لازم يتغير. قلت له بحيي فيك جرأتك وشجاعتك. كم واحد فيه، كم ميكانيكي عندنا بيعملش الإشي هاد وبيعترفش إنه بعرفش. هل في بتست السيارة؟ يعني كل سنة إحنا بنعرف السيارة بتمرق تست حتى اللي هي إنه الصيانة، هل ممكن سيارة تمرق تست وهي غير صالحة تكون في الشارع؟ هل في واسطات بهاي الأمور أم في رقابة مثل ما لازم؟ إنه الإشي موجود، إنه كمان مرة إنه مش كل العاملين في نفس المحل أو كل المحلات، يعني مش كل الجامعات مثلاً، كل الجامعات مثلاً بتأهل أطباء بس مش كلها نفس المستوى، مش كل الأطباء اللي بتخرجوا من نفس الجامعة نفس المستوى. نفس الإشي بالنسبة لمعاهد الترخيص، في معاهد ترخيص مختلفة والعمال اللي فيها بتغير، والعمال في نفس معهد الترخيص مش كلهم بيشتغلوا نفس الإشي، مش نفس الأداء، والمدير المسؤول في كل معهد مهما يراقب بقدرش يراقب عنده كل العمل كل يوم 12 ساعة مثلا، عمل مكتب الترخيص 10 ساعات أو 12 ساعة بقدرش يراقب فيهن ب 12 ساعة هذول كل العاملين. يعني في اللحظة اللي بده يروح يراقب عمل عامل معين ويشوف على الكمبيوتر فحص سيارة معينة ويجي يتابع فحص السيارة هاي مع العمال كلياتهم اللي فحصوها، هو عمليا صار نافذ كمان 4-5 سيارات على الأقل أو 10 سيارات اللي صاروا نافذين المحطات هاي ما قدرش يراقبهن. يعني فيمكن السيارة هاي اللي تابع عمل العاملين فيها شافوا انه فحص إن كله تمام، بقدرش كل النهار يضل يراقب فيهن، فبده يكون في إشي اسمه ثقة. لكن طب اذا نشدت انت صاحب السياره التاثير هو اللي بده يعمل لك الخدمه،
هي المشكله مش دافع الثمن بصحته وحياته مثلك انت صاحب السياره. صحيح، هي المشكله الاساسيه انا حسب رايي بتبلش من صاحب السياره. لا، شو الرساله اللي بتبعث له اياها؟ انه انت اللي دافع الثمن، انت بتضحكش على الدوله ولا بتضحك على الوزاره ولا على الشرطي ولا انه انت معك تيست، انت بتضحك على حالك، شو الثمن اللي رح تدفع؟ لا، اكثر من هيك انا بحكي له انه انت بتدفع مصاري رشاوه مقابل انه عمل لك معروفيه رخص لك السياره. صح، بس انت بتدفع مصاري كيف تغش حالك، وبالاخر بالسياره من تطلع انت واهلك وعيلتك. صح، يعني اللي بيطلع بسيارتك ناس بخصوك جدا، فلما يصير حادث اول اشي انت الطرف المتضرر الكبير، ثاني اشي اذا لا سمح الله راح بالحادث ضحيه ابنك بنتك اختك مرتك اخوك واحد من عيلتك القريب جدا، انت بتضلك عايش الالم هذا لحالك كل العمر هاد. إسا تعال احكي انه انا دفعت لفلان من الناس وسمي فلان من الناس انه انا دفعت له ورخصت للسيارة بدون ما تكون 100% بدون ما تكون سليمة. اول اشي ما حداش بيصدقك على الاغلب، ثاني اشي فيش عندك اثبات، ثالث اشي انت بتكون اعترفت على حالك في جريمة انه انت رشيت بني ادم، وانت اعترفت على حالك في جريمة اللي بيعاقب عليها القانون. فعلى الأغلب بعد ما يصير عنده حادث وحادث قاتل وحادث صعب إيش كمان بيستحي يخرف الإشي، مش بدل ما يروح يحكي. يعني لو بيجي مثلا لما بصير حادث قاتل يجي الأهل يحكي يقول إنه أنا والله هنا غلطت، والله ابني هنا غلط، السيارة هاي ما كانتش كان فيها عيوب. حتى لو ما حكاش العيوب بالتفصيل، مثلا العجال بالسيارة معلومات السائقين قريبة من الصفر، يعني في شيء انه عجال السياره في عليها تاريخ انتاج. تاريخ الانتاج بنكتب عدد عاده على جنب العجل عدد من 4 ارقام، مش مهم اي شركه. الفكره الخطا الشائعه اللي ايش بكل هذا كوري هذا صيني هذا ارخص هذا، مش هاي الاهميه. كل اطار اول شيء لازم نعرف كل اطار بدخل هون على اسرائيل من اي دوله كان، هذا اغلى هذا ارخص، هو عمليا في معاه تيكن انه سليم مفحوص بالدول اللي تبعته اللي اجى منها اللي استوردناه منها. لكن شو السبب انه هذا اغلى هذا ارخص؟ هذا الاطار ممكن يخدمني فتره اطول، هذا الاطار فتره اقل. اللي بده اليوم بعالم الانترنت تقدر تفوت انت على اي دوله، يعني انا بعرفش مثلا لغه صينيه بس في اطار هذا مثلا مستورد من الصين بدي اعرف هل هو هذا في عليه تيكن، بتفوت بالانترنت بتشوف شو الاشاره اللي لازم تكون على الاطار، انه الاطار انفحص بالدوله غاد قبل ما يطلع لهون، وباجي بتطلع مجرد نظره تشوف انه الاشاره موجوده معناه هذا الاطار سليم مزبوط، حقه اقل لكن انا بمشي فيه بامان. مزبوط انه انا مثلا هذا الاطار بدي اغيره بعد سنه، وهذاك الاطار يمكن اغيره بعد سنتين او بعد 4 سنين، فلكن كل شيء له ثمن، بس بعرف حالي انه مشيت على اطار سليم. الاشي الثاني انه كمان مره في بعض المزورين، يعني واحده من الاشياء اللي انا بحكيها في الاطار التاريخ اللي لازم يكون عليه تاريخ الانتاج لازم يكون بارز لبر، والرقمين اللي على الشمال هن الاسبوع، عاده تاريخ انتاج الاطارات بنكتب بالاسبوع والسنه. بدنا نقرا احنا مثلا الاسبوع 50، الأسبوع 30، أسبوع 35، من سنة مثلاً 2023، من سنة 2022، من سنة 2018. غالباً السائقين بيعرفوا شكل التاريخ، من هنا الأساس ببلش. لكن إيش؟ نرجع كمان مرة لمصاري مقابل حياة بني آدم. إيش؟ سمعت فلان عامل عرض، وعامل عرض لإطارات اللي هي مشهورة، شركة مشهورة، والله الإطار سمعت عنه، يعني قريت بالإنترنت هذا حقه 1000 شيكل، فلان عامل عليه عرض ب600 شيكل نص السعر تقريبا. لا، بروح بشتري من عند فلان. ليش عامل؟ اسكت، فلان مستورد كبير مثلا، ايش جايب كمية كبيرة بده يضرب السوق. كل الأفكار هاي اللي هي عمليا غلط ترويجية. أول إشي تعال افحص الإطار، بعرفش يفحص، تعال شوف تاريخ الإنتاج، بعرفش يشوف. يعني قبل بال 2015 تقريبا واحد عنده بنشرية بمنطقة تل أبيب، واحد جاي يركب عنده إطارات،
بقول له انا بدي اشتري من عندك عجل وفي عندي عجل جديد بدي تركب لي العجلين هذول. بفحص العجل الجديد مزبوط جديد مش مستعمل شيلي. العجل الجديد بكرة عليه الاسبوع 42.05 يعني الاسبوع 42 سنة 2005 وانت بكرة عليه هذا الاشي بال 2015 صار نافذ عليه 10 سنين. بشرح للزبون تبعه بقول له اسمع هذا العجل الجديد هذا العجل انا بركبوش ممنوع اركبه. ليش؟ صرنا في هذا العجل خربان يعني لازم تكبه مزبوط وبعده جديد مش مستعمل شيلي وشايف انت الفرزات تبعته منحوش. اول اشي شرح له انه هي هذا الاسبوع 42 فهمه انه هذا تاريخ الانتاج وهذا صار نافذ عليه فتره زمنيه كبيره وهذا 10 سنين يعني بنفعش تركبه. كم واحد بيجي يركب عجل لو بتعرفش اسال بنشرجي. كم واحد البنشرجي كم بنشرجي مستعد يجي يكون زي البنشرجي هاد يفهم الزبون اللي عنده قبل ما تيجي تسألني العجل عندك غالي كتير ولا انت سعرك غالي في فلان في اقل في سمعت عرض اقل. باجي بقول له تعال شوف هنا هذا اول اشي افحص على العجل تاريخ الانتاج. ممكن يمحو التاريخ مع الاسف. في بعض المزورين وفي منهم فئتين يعني في فئة اللي هذا التاريخ عشان ما يشوفوش بمحاه لانه التاريخ بارز لبرا بقدرش يزوره كيف اجى من الشركه فبروح بمحاه بخفيه ايد وبدهن محله باسود وببينش. لكن السائق اللي بيعرف انه لازم يكون تاريخ انتاج لما باجي اشتري اي عجل من اي مكان لازم اسال وين تاريخ الانتاج. مجرد انك تسال ساعتها البنشرجي بيعرف انه انت بتعرف فسعيتها بيجي حتى لو كان عجل كان مفكر مثلا يغشك بيجي بفرجيك عجل اللي تاريخ الانتاج بعده ضمن الصلاحية. المجموعة الثانية اللي مع الأسف انه بيستغلوا اكثر وبنعمل لهم دعاية. كيف؟ بجيب كتلة حديد بحميها مع ارقام معينة بسيخ لجوة التاريخ بحط تاريخ جديد ايش لجوة لانه التاريخ لبرا بقدرش يسوي. يعني بال 2014 في دورة من الدورات في بني آدم عمل دورة عندي مقاول من المنطقة أنا بعرفه يعني من برية الدورات. أجا عمل دورة دورة سياقة كان عامل نقاب شرحت عن العجال يعني اللي يعني بشكل مقتضب جدا اللي لأنه المجال بيسمحش نتوسع أكثر. فحكى لي شغلي قال لي أنا شريت 4 عجال للتراكتور بدي أصورهن وأجيب لك الصورة بكرة باللقاء الثاني. صورهن بنجيبهن. ثاني يوم كل العجال هذول فرجين الصورة قلت له هذول العجال بسوش ولا أجورة. شو طلعوا العجال؟ محمي الزلمي البنشرجي محمي كتلة حديد كيف حكينا مع أرقام سيخن طابع له عليهم تاريخ لجوا وكل هذول العجال كلفوني 16,000 شيكل. أنا مش هاممني 16,000 بس أنا إسا صارت مسألة كرامي. يعني أنا عندي مصلحة 14 سنة. الأربعتاشر سنة أنا بأخذ العجال من عند فلان أنت بتعرفه وأنا بعرفه. قلت له مش مهم من عند فلان مسألتكش من وين يعني هدول العجال بسوش يعني 16 أجور. قال لي والله أنا مش المصاري يعني أنا هذا البني آدم أنا مأمن له إلي تكافيه وكل عدتي كل سياراتي أنا بأخذ عجال من عنده 14 سنة. يعني هذا البني آدم بضحك علي 14 سنة وخلاه شريك أنه هو سبب بكتير أذى لناس. طبعا تخيل إسا هذا التراكتور بيشتغل في محل معين في حواليه بني آدمين مش بس السائق تبعه في بني آدمين بتشتغل قدامه في سيارات في معدات في بيمشي بورشة العمل. أكم قديش عندنا حوادث عمل بروح ضحيتها أشخاص لكن نيجي نفحص بعدين إيش والله صار الشوفير على الأغلب إيش بنيجي العمل الشوفير هنا كان نايم الشوفير تعب. في كمان مشكلة أكتر إنه إحنا بدل ما نكشف الإشي بنحاول نغطيه كيف؟ طلع له مبررات بالضبط. يعني مثلا التراكتور هاد بيشتغل منطقة عمل ما مستهترين مش عاملين له صيانة كيف لازم مش مركبين له عجال كيف لازم. ليش؟ إنه بطلعش برية منطقة العمل. لما بصير حادث منيجي بيستبدلوا التراكتور هاد بدنا نقيمه من هون منروح نجيبه بسرعة تراكتور تاني أو منيجي إسا منغير له عجال تانيات مستعملات عشان بينش له العجال الجداد مثلا عجاله كانوا مش سليمات منحط عجال سليمات عشان نفرج.
بتطلع بالآخر شو السبب ويقول لك والله الشوفير هنا يمكن غلط، يمكن نام، يمكن تعب، فمنعاون بدل ما نصلح الأشياء نتسطر عليهم، نتسطر عليها، نتسطر على الجريمة، وعمليا احنا بنساهم في نشرها بشكل أكبر. طب إذا حكينا يعني كل هاي العوامل اللي حكينا عنها، واللي هون القرار برجع يا إما الدولة تزيد الرقابة والعقوبات، يا إما كل مواطن يكون عارف إنه هو بده يدفع حياته ثمن. فإذا رجعنا على بالختام نحكي على أضرار استخدام الهاتف أثناء القيادة، إن كان بتسبب للموت أو بتتسبب بإصابات اللي هي يعني في ناس ممكن نيجي نحكي عنها ميت في الحياة، يعني لما أنت بتفقد بسبب ردك على تلفون أو بعت رسالة أنت قتلت حالك، حتى لو ما غادرت روحك الجسد بكفي أنك أنت شايف حالك فقدت أنك تمشي عضو من أعضاء جسمك. والسرعة أكيد أنه التلفون أكثر وسيلة بتشتت البني آدم في ثلاث مجالات، ثلاث مستويات، حتى يعني لو كان ضمن القانون، يعني إذا بدك ترد حتى ضمن القانون كمان في عندك خطورة. ليش؟ تشتت الذهن بالنسبة للتلفون بيكون أول إشي على المستوى البصري، يعني حتى إذا بدك ترد أنت وعندك شاشة تلفون، أول إشي قمت عيونك عن الشارع، أنت مش شايف الشارع. وكلنا بنعرف أنه الحادث القاتل أو الحادث الصعب جدا هو ثاني أو أعشار من الثاني. هاي الثانية اللي أنت قمت نظرك فيها عن الشارع وطلعت على شاشة التلفون عندك، شاشة السيارة، أنت صار عندك تشويش بصري بالنسبة للسواق. المجال الثاني، المستوى الثاني، هو مستوى تفكيري. لما أنت إسا بتطلع على الشاشة أنت عمليا مركز على التلفون، إذا كان في اسم شو بده مني فلان، لإيش بتصل فيي إسا، أرد عليه ما ردش عليه، إذا فيش اسم مين بتصل فيي، أرد عليه ما ردش عليه، تشويش تفكيري. معروف إنه الأعضاء اللي بتعمل عمليات سواقة الإيدين والجرين تأخذ أمر من الدماغ، ولما الدماغ مشغول بالتلفون مش راح يعطي أمر صحيح للأطراف الإيدين والجرين. وعشان هيك بنسمع في بعض الحوادث إنه دعس بنزين بدل بريك وزاد من خطورة الحادث. شو ماله؟ بعرفش، بعرفش يسوق. لا والله شوفير مع خبرة له خبرة سنين طويلة يعني، طب ليش دعس بنزين؟ أبصر شو صابه، فيش أبصر شو صابه هون. في إنه كمان كل التركيز وانتباه. بالضبط. التستر الأكبر إنه عنا بالرغم الأعداد الهائلة اللي بتقتل سنويا بالحوادث نتيجة استعمال تلفون، ما حداش بيجي بيحكي لهم بتستروا على اللي عمل الحادث، إنه كانت إيش خلص بكفي مصيبته، مثلا بني آدم صار عنده إعاقة بكفي مصيبته، بلاش تفتح عليه تقول له إنه كان يحكي بالتلفون، أو إيش صار معاه قتيل في السيارة في الحادث، يا زلمة بكفي خلص بلاش تعمل مشكلة بين العيلة الفلانية وعيلة الفلانية، إسا صار معاه حادث بلاش تحكي إنه كان يستعمل التلفون. كمان تسطر عليه، مش منيجي بدل ما نحد من الإشي إحنا عمليا منساهم. يعني في كثير حوادث اللي صار عنا بالمنطقة وحوادث قاتل نتيجة استعمال تلفون، وبعدين بنسمع بالداول بالحكي بين الناس انه فيش شيء بتخبى، انه ايش والله هو كان يستعمل تلفون او هي كانت تستعمل تلفون، قتلت حالها، قتلت حالها مع اولادها، قتلت حدا كمان لعقبالها. لكن ايش بالتحقيق الرسمي فيش عنا الاثباتات انه كانت تستعمل تلفون. وزينا نحكي بالختام عن السرعة. السرعة، جهل الناس في تأثير السرعة على الشارع مهم جدا. من كل مجموعات السائقين بتفاجأ كثير لما بنيجي بنحكي على أهم عامل ردة فعل السائق. ردة فعل السائق السائقين بتجاهلوها بشكل عام، كل السائقين أو معظم السائقين بتجاهل ردة فعل السائق. يعني لما بتيجي بتحكي له من ناحية أبحاث علمية مثبت علميا أنه ردة فعل البني آدم بدها ثلاث أرباع الثاني، معدل ردة فعل ثلاث أرباع الثاني، بس عند مين؟ بني آدم معافى سليم، مش مريض، مش منوزل. مثلا كلنا منسوق وإحنا منوزلين، سوق أنت منوزل بتعطس بتغمض، هاي اللحظة إذا كان رد لازم ترد فعل أنت عمليا عملت الحادث.
وأنا دائما بحكي للسائقين فيش قانون مثلا بمنعك تسوق وانت منوزل. بني آدم هو أضرب نفسه، إذا أنت في عندك حساسية لما بتنوزل بتعطس كثير مثلا، تسوقش بالفترة هاي يوم يومين ثلاثة هدول، تسوقش فيه لأنه حياتك وحياة غيرك على الشارع. بس مثال بسيط سريع جدا، يعني بيجي ردة فعل البني آدم ثلاث أرباع تاني سليم معافى، الشرط الثاني مركز بالسواقة. طيب فش أول إشي فش ولا بني آدم بيقدر يضل مركز بالسواقة 100% كل الوقت وهو سايق. بني آدم في عنده تشتت ذهن، في أشياء بتلفت انتباهه، في مشاكل اجتماعية اقتصادية، مشاكل بالعمل وما إلى ذلك. فمفروض أنت تأخذ ثلاث أرباع الثاني هدول. القانون أجا كان إنه في عندك لازم تحافظ مثلاً مسافة ثانية على الأقل بينك وبين اللي قدامك. جينا احنا بالسواقة الصحيحة حكينا كلنا لازم تحافظ ثانيتين. ليش؟ كمان في عندك عوامل المركبة، المركبة مش 100% هي سليمة بس 80% مثلا مش زي 100%. بعد يوم شغل بني آدم تعبان ردة فعله أبطأ، تركيزه بقل، بني آدم مثلا منوزل بسايق مجال، عوامل الشارع انه في عندك عوامل انزلاق على الشارع، مي صابون غبار وحل كمان بتزيد الاشي هاد. فكلنا ثانيتين على الأقل. السائقين حتى ثانيتين على الأغلب بيحتسبهنش وبيفكر هدول الثانيتين كثار، بعرفش المركبة بالثانية الواحدة بسرعة معينة قديش تقطع. يعني لما باجي مثلا سؤال اللي بسأل للسائقين غالبا بسرعة 90 كيلومتر بالساعة المركبة بتقطع حوالي 10 متر، بقول له 9 10 11 12 بفكر هيك صحيح. الأغلب بجاوبني أنه صح، معظم السائقين بفكر 10 متر. طب هو بسرعة 90 كيلومتر بالساعة بالثانية الواحدة السيارة بتعبر 25 متر. هاي بحكي لهم غلطة لمرة واحدة، يعني السائق اللي بده يتجاوز عن سيارة وبفكر بسرعة 90، أنا إسا بقرب على السيارة اللي عقبالي بشارع باتجاهين، أنا بقرب عليه 10 متر وهو بقرب 10، يعني معناه السائق اللي عقبالي بعده بعيد كثير عني، بقدر أطلع أتجاوز وأرجع. طب بطلع يتجاوز برجعش من التجاوز، هذا الخطأ لمرة واحدة، هذا الحادث القاتل. فالسائق بعرفش تقدير المسافات بشكل معقول. رسالة منك هيك بالختام لكل حدا بسوق سيارة، رسالة هيك من كل انه اول اشي للأهل فيش اشي بعوض عن صحة بني آدم، والأولاد أمان بأعناقنا احنا. لما احنا منسوق معانا اولادنا واحفادنا بالسياره لازم احنا ندير بالنا كثير من سواقتنا عشان اقل ما فيه نعطيهن اشي، لانه معروف انه الولد باخذ 85% من الاشياء بالتقليد، فهو عمليا عم بتعلم من سواقه وهو صغير. الاشي الثاني لما بدك تروح عند معلم سواقه المعيار مش راح يكون صاحب قرار تجاري، والمعيار الثالث مش راح يكون مصاري قديش بتكلف ولا بنجح من أول تست ولا لا. المعيار هل هذا عنده مصداقية وأماني؟ هل هذا بعلم لي ابني أو بنتي بطلع لي شوفير إلا إذا طلع بركن عليه يروح بأمان يرجع بأمان على البيت؟ وبالنسبة لمعلمين السواقة بعرف أنه في معلمين أمناء، زملاء أمناء وشرفاء مناح يكثر من أمثالهم، لكن بتمنى على البعض اللي غلط لحد اليوم تدارك حالك. بالنسبة للمعلمين اللي معلوماتهم قليلة، انت معلم سواقة شفت حالك في أشياء ضعيف فيها، في كل مدرسة سواقة في مدير مهني للمدرسة، توجه للمدير المهني، توجه لزميل لإلك معلم ثاني مدرسي احكي له شغلي، قل له بهمش هاي الشغلة أنا كيف بتسويها أنت، أنا حاسس حالي هون يمكن بعملها غلط، يمكن بعرفش أسويها، أحسن ما تعلمش الطالب أو تعلم الطالب غلط. يعني كثير مثلا في طلاب مشكلة الريفرس عندهم مشكلة، ايش في بعض المعلمين مثلا من الغش الموجود بحط علامات على السيارة دهان، نقط دهان او بكلم توش، بس تشوف العلامة هاي لف ستيرنج بالعكس، بطلع بالتست بعمل على العلامة عمل ريفرس 100% صف بين سيارتين، صف بمحل معين، بس يطلع يسوق سيارة طب فيش عليها العلامات هدول، طب كيف انا بدي اعمل؟ بعرفش يعمل ريفرس، الشيء اللي بيضله كل حياته ما بعرفش يعمل ريفرس، او كل ما بيعمل ريفرس بده يخبط السياره تبعته والسيارات الثانيه ويمكن يعمل حادث. ومع الاسف عندنا نسبه حوادث كبيره بمجتمعنا العربي دهس بالرجوع نحو الخلف، وعلى الاغلب هذول الحوادث اللي هن بيكونوا من الاهل من قرابه، لانه بموقف البيت بيكون ابن اخو حفيد اللي على الاغلب يعني قرابه، اللي انت الالم هذا بتضلك عايشه كل العمر مع الالم هذا.
بالختام شكرا لك وشكرا لحضورك. اذا في اي شيء رساله بتحب تضيفها تفضل. احنا هون حاولنا اول شيء شكرا لكم على الاستضافه، نتمنى نكون من خلال البرنامج هون اعطينا شويه اضاءه لمحه ولو بسيطه عن بعض الاشياء الموجوده اليوم، ونحاول نتدارك الامور في تصليح العيوب الموجوده هاي. انه بكفيش نحكي عن العيوب، لازم شو الخطوات اللي بنعملها. يعني انا شخصيا بحكي دائما في الدورات انه انا بشوف فيها رساله انسانيه، اللي مع الاسف الدورات الالزاميه تبعت وزاره المواصلات مجتمعنا العربي بفكرها عقوبه، بفكرها للمصاري مش للتثقيف، رغم انه بعد الدوره بسال معظم السائقين وحتى اللي بيكونوا مارقين اكثر من دوره من اكثر من سنة، بسألوا ايش استفدت؟ بقول والله انا استفدت هون شغلي، انا استفدت اكثر من شغلي، وكله منيح. يعني لو استفدت انت 5% احسن من 0%. فدور التوعيه عندنا كمان هون انه ما نستناش هاي الدورات الالزاميه، بنقصنا في وسطنا العربي، ويا ريت على المسؤولين يعملوا دورات توعيه للسائقين. مش بحاجه يكون الاشي ضمن قانون، يعني القانون يلزمك بس الزام كل شاب كل صبي محل بسوق. الاعلانات اللي بيعملوا لنا اياها يستبدلوها بدورات، اعمل دوره تثقيفيه انت اليوم. يعني اليوم اقل مناسبه واحد بيروح على فرح على مناسبه بصير يحسب حساب قديش بدها تكلفني المناسبه، واللي بده يعمل مناسبه بصير يتباهى قديش كلفتني اكثر. طب احنا ما كل يوم بنخسر ارواح بني ادمين. طب تقدر انت تجيب، يعني مش ناقص محاضرين في كل بلد تقريبا مؤهلين معتمدين، تيجي انت تجتمع انت واصحاب معينين، قول انا اليوم والله بدنا نجتمع احنا بيوم عطله بيوم كذا، ساعه زمان ساعتين زمان، بدنا نشرب معهم اشي بارد هيك، واحنا كلنا بنعرف بعض مجموعه اصحاب، بدنا نجيب محاضر احكي لنا هيك شويه معلومات نستفيد منها كيف نحافظ على حياتنا وحياه ابنائنا. وهذا الاشي ناقص بشكل كبير جدا في مجتمعنا العربي بشكل خاص. شكرا لك، شكرا لحضورك، بتمنى انه المشاهدين استفادوا من المعلومات اللي حكيتها. اما انت عزيزي السائق خفف سرعتك وانتبه لطريقك، مش مهم النقاط ولا المخالفة، المهم انك تتذكر انه في اهل بيستنوك بالبيت، وتذكر انه دمعة امك واهل بيتك غالية.